السلام عليكم، أنا ندى الشريف من باسط أكاديمي، خريجة كلية تجارة إنجليزي جامعة الأزهر. هنفهم مع بعض مادة البزنس لو. So greetings everyone and welcome to the first episode of our journey. Let's start and stay tuned. أول حاجة هنتكلم عنها هي البزنس ethics and social responsibility. يعني ايه business ethics وايه هي social responsibility وايه علاقتهم ببعض؟ قبل كل ده انا لازم اعرف ايه هي الethics. الethics in general يعني معناها ضوابط، علشان اخد قرارات لازم قراراتي تكون مبنية على الاخلاقيات او على الethics دي والضوابط دي، علشان تكون قرارات صحيحة وتكون غير منافية للضوابط وغير منافية للاخلاقيات. طيب ايه علاقة ده بالبزنس؟ علاقتها هي مش بتكون بمعنى اخلاقيات، هي بتكون بمعنى اداب مهنة. يعني لما اقول بزنس اثكس يعني اداب مهنة التجارة. طيب تعالوا نشوف ايه هي البزنس اثكس. البزنس اثكس عبارة عن ستاندرد للماركت بليس، يعني عبارة عن ضوابط او ستاندردز معينة، معايير معينة بتكون محطوطة للماركت بليس او بتكون محطوطة للسوق او اللي هو السوق التجاري. باخد القرارات للبزنس بتاعي على حسب what is good or right، يعني ايه الحاجات اللي صح ان انا اتخذها، ايه القرارات اللي مش هتضرني وفي نفس الوقت هتكون غير منافية للشروط والضوابط الاخلاقية. يعني بطبق الاثكس دي على المشاكل اللي شركتي بتواجهها والفرص المعروضة عليها اللي بتكون معروضة على البزنس بيبل، اللي هو لو فرضنا ان انا صاحبة شركة، انا من البزنس بيبل لازم اخد القرارات بتاعت المنشأة بتاعتي او الشركة بتاعتي على اسس البزنس اثكس، وكمان لما اجي اختار العروض اللي معروضة عليا او الفرص اللي معروضة عليا لازم اختارها برضو عن طريق البزنس اثكس وما اخرجش عنها. طيب هل باخد القرارات دي على حسب الكويس ليا انا بس؟ لا، انا باخد القرارات بتاعتي على حسب الكويس ليا والكويس للستيك هولدرز اللي هم اصحاب المصلحة، وهنفهم قدام ايه هم او مين هم الستيك هولدرز. من ضمن الستيك هولدرز دول المجتمع، عشان كده بقول السوشيال ريسبونسبيليتي يعني المسؤولية المجتمعية. دي نقطة هنجلها، خليها على جنب دلوقتي. خلينا نعرف الأول الأثكس. قلنا إن هي as general هي the study and the practice of decisions about what is good or right، يعني هي عبارة عن القرارات اللي أنا باخدها على أساس إيه الصح وإيه الكويس، تمام؟ ده في الحياة العادية أو في الحياة العملية بشكل عام. أما البزنس أثكس بقى هي the application of ethics to the problems and opportunities experienced by the business people، يعني عبارة عن ان انا بطبق الاثكس دي على المشاكل اللي بتواجه شركتي او الكيان بتاعي، المشاكل اللي بتواجه البزنس بيبل والاوبورتيونيتيز اللي بتواجههم، يختاروا الاوبورتيونيتي على اي اساس ويحلوا مشاكلهم على اي اساس، ده بيكون على اساس البزنس اثكس. طيب لو فرضنا ان اي حد من البزنس بيبل اتعرض عليه opportunity معينة، فرصة معينة للشركة بتاعته، وتعرض عليه فرصة تانية، يعني اتعرض عليه فرصتين، الفرصتين دول انا لو اتبعت الفرصة الاولانية دي ليها اضرار وليها مميزات، والفرصة التانية ليها اضرار وليها مميزات، طب اعمل ايه؟ اختار انه فيهم؟ يعني زي ما كل واحدة فيهم ليها مميزاتها، كل واحدة برضو فيهم ليها الريسكس بتاعتها او ليها المخاطر بتاعتها. طيب انه فيهم اقل ضررا وانه فيهم اقدر اتعامل مع الريسكس بتاعتها لو تعرضت لمخاطر؟ ده بيخلق عندي حاجة اسمها الاثيكال ديليما. يعني ايه الاثيكال ديليما؟ يعني معضلة اخلاقية، حاجة وقفت في طريقي وانا بطبق البزنس اثيكس، بس انا مش عارف which decision should I take، يعني انه قرار المفروض اتخذه، انه opportunity مفروض اخدها. اذا المشكلة هنا ان الشركة ما بتبقاش عارفة انه قرار مفروض تاخده، مفيش قرار واضح او مفيش قرار صحيح او متاح يحل لها المشكلة اللي عندها. يعني الشركة بتاعتي مثلا متعرضة لمشكلة او مش عارفة اختار انه فرصة من الفرص،
وعندي مشكلة ان انا مش عارف اطبق البيزنس اثكس، او مش عارف ارضي جميع الاطراف اللي هم الستيك هولدرز، وهنعرف مين هم الستيك هولدرز. مش عارف اتبع البيزنس اثكس في ان انا اختار opportunity او احل المشكله اللي عندي، فده بيسمى بالethical dilemma. A problem about what a firm should do for which no clear right decision. ما عنديش اي right decision واضح اتخذه علشان احل المشكله اللي عندي. طب بعمل ايه؟ برجع لاقرب قرار يحقق لي السوشيال responsibility. تمام، وده اهم عنصر من عناصر الستيك هولدرز او اللي هم اصحاب المصلحه اللي لسه برضو هنتكلم عنهم. السوشيال ريسبونسبيلتي هنا او بزنس يعني ان المجتمع بيفرض عليا او على الكيان التجاري بتاعي انه يتعامل بشكل ethical ويضع من ضمن مصالحه مصلحه المجتمع، يبقى ده اسمه المسؤوليه الاجتماعيه. يعني انا لما بعمل كيان او منشاه تجاريه مش بينفع ان انا اتخذ القرارات على حسب الكويس ليا انا بس، يعني ما ينفعش ان انا اتجاهل المسؤوليه المجتمعيه اللي عليا واركز بس في ان انا اعمل الكويس ليا بس ولمصلحتي واحقق ارباح وبس. لا، لازم اخد في اعتباري السوشيال ريسبونسبيلتي علشان احقق توازن. تمام، اذا المجتمع بيفرض على الكيان التجاري انه يتعامل بشكل اثيكال ويضع من ضمن مصالحه مصلحة المجتمع، فيحقق توازن، يحقق مكاسب مادية مع انه يحافظ على الاخلاقيات المجتمعية. ده بشكل مبسط قوي انه هو زي فكرة انه ما يتجرش مثلا في حاجة تفسد اخلاق الشباب او تفسد اخلاق المجتمع، او يتاجر في حاجة غير قانونية او غير اخلاقية، متجرة علنية او ايه او ما شابه. إذن المسؤولية الاجتماعية يعني ما يحطش في باله مصالحه الخاصة أو أرباحه الخاصة من دون ما يحط في اعتباره ده هيعود على المجتمع بإيه، يعني القرار بتاعي ده هيعود بالنفع عليا وهيعود على المجتمع برضو بإيه. إذن هي expectations that the community imposes on firms doing business inside its borders. يعني إن الكوميونتي بتimpose أو بتفرض على الفيرمز إن هي تعمل البزنس بتاعتها inside its borders في حدود المسؤولية المجتمعية. زي ما لسه قايلين إن البزنس أثكس عبارة عن مجموعة decisions أنا باخدها تبعاً للبزنس أثكس. طيب عملية اختيار الأثيكال decision أو القرار الأخلاقي التابع للبزنس أثكس الصحيح، عملية الأثيكال decision دي اسمها أو بيرمز لها برمز الـ WPH. الـ W اللي هي Who، الـ P اللي هي الـ Purpose، والـ H اللي هي How. يعني لمين أنا باخد الـ Ethical Decision ده؟ لمين أو لمصلحة مين اللي هم الـ Stakeholders اللي سنتكلم عنهم؟ طب الـ Purpose غرضي من إن أنا أتبع الـ Business Ethics وأخد Ethical Decision، غرضي من ده إيه اللي هو الـ Purpose؟ والـ H اللي هي How، إزاي أنا أعمل كده او ازاي اتخذ الاثيكال ديسيجن. طيب اول حاجه هنمسكها اللي هي الدبليو اللي هي هو اللي هم الستيك هولدرز. انا باخد الاثيكال ديسيجن عشان اصحاب المصلحه. اي منشاه تجاريه لما تيجي تتخذ قرارات صحيحه او قرارات اخلاقيه لازم تعمل عمليه الدبليو بي اتش دي علشان تساعدها ان هي تتخذ القرار الصحيح الاخلاقي الصحيح. فأول حاجة بتشوف لمين؟ للي هم الستيك هولدرز. طبعا الستيك هولدرز غير الستوك هولدرز، ودول هنتكلم عنهم بس قدام شوية. طب مين هم أصحاب المصلحة؟ أول ناس اللي هم الكونسيومرز، العملاء أو المستهلكين بتوع المنتج أو بتوع منتجات الكيان التجاري ده. تاني حاجة الأونرز أور انفسترز، يعني الملاك بتوع الكيان أو المستثمرين في الكيان، الناس اللي هم ليهم أسهم مثلا في الشركة دي أو عاملين استثمار فيها. والمانجمنت، الإدارة بتاعت الشركة، والموظفين الامبلويز، والكوميونتي. طبعا لسه قايلين السوشيال ريسبونسبيلتي لازم اتخذها ولازم احطها في اعتباري المسؤولية المجتمعية، فطبيعي ان يبقى من ضمن اصحاب مصلحة الكيان ده الكوميونتي المجتمع، والفيوتشر جينيريشن الاجيال القادمة، ده بتندرج تحت المجتمع برضو، لازم اخد في اعتباري مصلحتهم اللي هم الاجيال القادمة وهعمل ايه عشانهم وقد ايه المنتج بتاعي او الحاجة اللي انا بعملها هتفيد الاجيال القادمة.
إذن أنا لما أجي أتخذ أي قرار بخصوص الكيان بتاعي لازم أحط في اعتباري إن القرار ده مش باخده بشكل شخصي ليا أنا أو للكيان بتاعي بس، لأ ده لازم أحط في اعتباري القرار ده هيأثر على أصحاب المصلحة دول اللي هما الكونسيومرز والأونرز والإنفستورز في المكان والمانجمنت وكل المتعلقين بالكيان هيتأثروا بالإيثيكال ديسيجن أو أي ديسيجن أنا باخده. علشان كده في أي شركة لما يجي مجلس الإدارة يتجمعوا علشان ياخدوا قرار معين بخصوص الشركة بتكون المانجمنت الإدارة بتاعت الشركة اللي هما مجلس الإدارة بيجتمعوا، ولازم الانفسترز يوافقوا على القرار، ولازم الكونسيومرز اللي هما أصحاب المصلحة لازم القرار ده يكون في مصلحتهم، في مصلحة الكونسيومرز، ويكون في مصلحة الامبلويز الموظفين، ويكون طبعاً بيشتمل على السوشيال ريسبونسبيلتي ويصب في مصلحة المجتمع، ويكون برضو مراعي الفيوتشر جنريشنز وايه ممكن يتعمل عشان مصلحتهم وقد ايه القرار ده هيأثر عليهم. طيب ندخل على تاني جزء من البروسيس اللي هي الكي البيربز او اللي هو الفاليو. ايه الفاليو او الادد فاليو اللي عايزها تضاف للكيان بتاعي وتضاف للمجتمع من خلال اتخاذي للأثيكال ديسيجن؟ يعني ايه الغرض او ايه الاغراض اللي لازم اخد القرارات الاخلاقية دي علشان احققها؟ اول حاجة عشان احقق فريدم، عشان احقق سيكوريتي، عشان احقق جاستس، عشان احقق افشنسي. افشنسي عموما كفاءة، يعني لازم احقق كفاءة في شغلي تخليني استمر وتخلي الكيان بتاعي يستمر، كفاءة مثلا في جودة الحاجة اللي بقدمها، كفاءة في الربح اللي بحصل عليه لازم يكون أكبر من التكاليف بتاعتي بالنسبة تحقق كفاءة وتحقق ربحية كبيرة تخليني أستمر، ولازم يكون في جاستس إن أنا ما بقاش منحاز في تعاملي أو في الإنتاجات بتاعتي أو في تعاملي مع الموظفين، إن أنا أتعامل معاهم بتحيز معين للون او لجنس او لسن او والسيكوريتي احقق امان، امن من الريسكس، امن من اي مخاطره او اي حاجات وحشه ممكن اتعرض لها، وفريدم الحريه في التعامل بشكل حكومي مثلا، التعامل في الكوميونتي نفسه بشكل حر بدون ما اتعرض لاي تأييد من اي مصلحه حكوميه. تعالوا نتكلم على كل واحده فيهم بالتفصيل. اول حاجه الفريدم، يعني ايه فريدم او ايه بيتمثل في ايه الفريدم؟ يعني بشكل عام كده ان انا اتعامل بشكل طبيعي جدا بحريه تامه بدون تأييدات بالرولز او يتم تقييدي مثلا من الجوفرنمنت، لان انا مطبق الاثيكال ديسيجنز، فواخد في اعتباري الكوميونتي، واخد في اعتباري الجوفرنمنت، واخد في اعتباري كل حاجة وأوراقي سليمة، وبتاجر في حاجة مش أثيكال حرام مثلا أو حاجة تكون الليجل غير قانونية، فهتعامل بحرية بدون تأييد من الجوفرنمنت أو من الجهات الحكومية أو من الانفستورز مثلا لو أنا مش مطبق البزنس أثيكس أو مش واخد أثيكال ديسيجن، فأنا كده هعارض المصلحة بتاعت الستيك هولدرز، فطبيعي الانفسترز مثلاً والكوميونتي والكاستمرز والناس دي أكيد هيعترضوا، فأنا محقق الاثيكال ديسيجن، يعني واخد في اعتباري مصلحة الستيك هولدرز. يبقى to act without restrictions from rules imposed by others، يعني ان انا اتعامل من غير اي restrictions او تقييدات من الرولز اللي هي imposed by others، زي قلنا الothers دول اللي هم الgovernment مثلا او اي جهة حكومية او الinvestors الضرائب مثلا اي حاجة، انا ببقى بعيد كل البعد عن restrictions منها، ده بيحقق لي freedom. أي حاجة to possess the capacity or resources to act as one wishes، يعني إن أنا أمتلك القدرة أو الطاقة الإنتاجية والموارد resources اللي بيها أتصرف زي ما أنا عايز، يعني أقدر أحصل على كل resources وأعلي من سعة الإنتاج بتاعتي أو أعلي من الكاباسيتي بتاعتي، ما يبقاش ليا حدود أو restrictions أو تأييد للطاقة الإنتاجية بتاعتي أو عدم إتاحية بالموارد أو تمام. تاني حاجة أو تالت حاجة to escape the cares and demands from the world entirely، يعني الجملة دي عموما من الآخر كده إن أنا أهرب من كل مطالب
العالم او كل مطالب الناس اللي حواليا او كل حاجه حواليا، اللي هو بالبلدي كده انت حر ما لم تضر، طالما انت ماشي سليم واتصرفت صح وماشي ومطبق الاثكس، يعني مطبق الديسيجنز بتاعتي مطبق فيها البزنس اثكس، اذا انا كده هربت من الكيرز اند ديماندز اوف ذيس وورلد انتايرلي. تاني حاجه عندي السكيورتي. ايه اشكال السكيورتي؟ ان انا مثلا احقق الامن الانتاجي، الامن الغذائي، امن الحاجه اللي انا بنتجها، ان انا انتج زي ما كنا لسه بنقول ان يكون عندي طاقه انتاجيه او سعه كاباسيتي للانتاج، ان انا اعمل امن للحاجه دي، امن انتاجي للحاجه اللي بنتجها، بحيث ما يحصلش ان المنتج يشح في السوق او يقل او يهدد المستهلكين بنقصانه. تمام؟ فان انا اعمل سيكيورتي، ان انا to possess a large enough supply of goods and service to meet basic needs، ان انا اقدر ان انا اعمل عرض كافي او supply كافي او اعمل قدرة انتاجية كافية للمنتجات او للسيرفيسز اللي بقدمها علشان اكفي البيزك نيدز بتاعة المستهلكين من المنتج بتاعي. يبقى ان انا امتلك او انتج كميات كبيرة من العرض او اللي هو عرض المنتج اللي هو الجود او السيرفيس عشان تكون كافية انها تميت الاحتياجات الخاصة او الاحتياجات الاساسية. يعني انا كده امنت نفسي وامنت المجتمع وحصلت على ريسورسز انتجت بيها سبلاي، والسبلاي انتج لي ربح، في نفس الوقت امنت النيدز او البيزك نيدز بتاعه المجتمع. اذا انا قدرت ان انا، وطبعا كون ان انا قدرت احصل على ربح، اذا انا قدرت ان انا ادفع مرتبات الامبلويز وامن مستقبلهم وامن حياتهم، اذا انا كده حققت السكيورتي. طيب ثالث حاجه، to achieve the psychological condition of self confidence to such an extent that risks are welcome، يعني ان انا اكون في امان، اني اوصل للحاله النفسيه اللي تخلق لي او تخليني واثق ومرتاح ومطمن ان مفيش اي ريسكس تقدر ان هي تهدد الكيان بتاعي. يعني الريسكس ار ويلكم، يعني ايه؟ انا الريسكس مرحب بيها، يعني اهلا وسهلا لاي ريسك انا هقدر اتعامل معاه، وان انا ابقى في امان تام وثقه اقدر اواجه بيها اي ريسك ممكن اتعرض لي. واخر حاجه اللي هي الجاستس، زي ما لسه قايلين ان انا اقبل كل المنتجات من كل العمال بدون منحاز للون او لجنس او لطبقة، وعامل كل الناس identically بدون عنصرية، وان انا اوفر الموارد بتاعتي بما يتناسب مع الاحتياجات، زي ما كنا لسه قايلين ان انا لازم اوفر enough supply علشان اميت البيزك نيدز. يعني to receive the products of your labor to treat all humans identically regardless of race او class او gender او age او sexual preferences. بعد كده عندي to provide resources in proportion to need، يعني ان انا اوفر resources بما يحتاجه او بما يتناسب مع الاحتياجات. to possess anything that someone else is willing to grant you، يعني زي فكرة كده lenders او suppliers، suppliers اللي هم بيمدوني بالامدادات اللي انا بشتريها منهم، او lenders اللي انا باخد منهم مثلا قروض او كده، او فبتحصل مشاركه وتبادل منفعه، فبحقق السوشيال ريسبونسبيلتي وبحقق العدل وبحقق توازن، بمعنى اني انا امتلك من اي حد اي حاجه اي حد يقدر يمنحها لي، زي ما لسه قايلين السبلايرز او اللندرز. to possess anything that someone else is willing to grant you. بعد كده عندي الافشنسي، ودي اخر حاجه في الفاليوز او البيربزز، اني علشان احقق efficiency، فكرة efficiency عموما ان انا اعلي الكواليتي واقلل الكوست بتاعتي، اقلل التكاليف بتاعتي، يعني اقلل مصاريفي والكواليتي بتاعت الحاجة تكون عالية فاعلي الارباح، اذا انا كده بحقق كفاءة. تمام؟ لان طبعا الارباح بتبقى اعلى من الكوست او اعلى من الاكسبنديتشرز، البروفيت بتبقى اعلى من الاكسبنديتشرز بالطريقه اللي تخليني احقق افشنسي. طيب الافشنسي دي هتعود عليا وعلى المجتمع وعلى الستيك هولدرز بايه؟ اني بعظم شكل الثروه المجتمعيه، بماكسمايز ذا اماونت اوف ويلث ان سوسايتي، اللي بدوره هيحقق مجتمع او دوله اقوى ماديا
وأقوى اقتصاديا وأعلى بالستاندرد اوف ليفنج بتاع الناس أو أفراد المجتمع، أعلى بمستوى المعيشة بتاع أفراد المجتمع، وإن أنا أحصل على أكبر وأكثر قدر ممكن أوصل له من الإنتاج أو من الأوتبوتس بدون ما أعلي الكوست بتاعتي وبدون ما أصرف كتير وأقلل التكاليف بتاعتي وأعلي الجودة فأحقق الكفاءة وأزود أرباحي to get the most from a particular output، إن أنا أقدر أستخدم الموارد اللي معايا بطريقة تخليني ما هضرش منها كتير وأحصل على أكبر قدر ممكن من الأوتبوت وأمينيمايز الكوست، أقلل التكاليف بتاعتي، فأنا كده حققت efficiency. تالت حاجة من البروسيس بتاعتنا اللي هي الـ WPH اللي هي الـ how، إزاي أقدر إن أنا أتخذ الـ ethical decision أو إيه هي الـ guidelines اللي أنا همشي عليها عشان أتخذ الـ ethical decision، ده اللي هناخده المرة الجاية. See you the next video. Thank you for listening. See you soon. Bye bye.